قرارات تنفيذ التقسيم الإداري تدريجيا. هذا كان داخل في البرنامج تاع رئيس الجمهورية وأعلننا عليه، فنبداو إن شاء الله نتوكلوا على ربي. بالنسبة لولاية الجنوب ممكن يكون في إنشاء 11 ولاية منتدبة في أول أمر خلال هذه السنة. السنة المقبلة نفس الشيء على مستوى الهضاب العليا، ستكون عدد من ولايات منتدبة، ولكن ولاية منتدبة بصلاحية أقوى وأوفر عن صلاحية الولايات المنتدبة حاليا من جزيرة العاصمة. ومن بعد إن شاء الله في سنة 2017 نمر إلى الشمال، وتدريجيا بعد إنشاء ولايات منتدبة المرحلة الثانية ما تكونش بعيدة. هذه الولايات المشروع التقسيم الإداري سيقدم إلى البرلمان باش تكون ولايات بكل صلاحيات.